ده انت غريت زي ما وعدتك المره اللي فاتت، قلت لك هجيب لك بضاعه مخصوص علشان يلا وريني. عارفك بس الاول بصاحبتي، صاحبه عمري خوخه دي. انت ليه عارفاها؟ عارفاها، عايده قالت لي على حكايتها كلها. ايوه بس والنبي دي طلعت غلبانه قوي. اهلا وسهلا. عايزه حاجه؟ ايوه عايزه حاجه. تعالى تعالى، مش قدام الناس. تعالى. جوزها دي؟ جوزها ايه بس؟ امال ايه؟ ده شكله اخوها. مش شايفه الواد صغير وحلوه ازاي؟ حلوه قوي بزياده. هي تقرف، واد مصنفر وحلوه كده ومتلبس. هو اللي يشوف الخلقه دي يكره يشوف الخلقه اللي في الحاره عندنا. وكستنا سودا. وانتوا جايين تعملوا هنا ايه؟ احنا يعني لا مؤاخذه يعني بنبيع قمصان نوم وبشامات ستان وملايات ومفارش سرير. حتى المدام شافتني قبل كده وعجبها البضاعه بتاعتي قوي. اه قوي. اسمك ايه بقى قولي لي؟ انا اسمي وزه. وانتي؟ اني خوخ. وزه وخوخ. منين بقى؟ انتي منين مثلا؟ انا من ميت عقبه. أنا من المنصورة. هي من المنصورة يا باشا، بس دلوقتي قاعدة عند خالتها في الحتاية. وانتي دخلتي اسامة قبل كده ولا لا؟ اسامة ليه بس؟ أنا عمري لا دخلتها ولا شفتها. إيه؟ إيه يا عيني اللي أنت بتقوله ده؟ يا ما في أشبه بس. أنا نزلت أغير. سلام. مع السلامة. معلش يا بنات، اصل هاني ظابط وانتوا عارفين الظباط بقى واسئلتهم الكتيره. ايوه صح، شكله ظابط. هو يعني لا مؤاخذه يعني مدام، يقرب لك ايه؟ ابني. ايوه شفتي قلت لك ابنها. ايه يا ريته كان ابني. في حاجه؟ لا يا مدام، جبنا لك بقى البضاعه يلا عشان تتفرجي يلا. عليه يلا. اتفضل. ده اسود بقى. ايه ما اقولكيش، الاسود حلو. الا اخبار قرايه الفنجان بتاعتي، ايه جابت نتيجه ولا لسه؟ لا لسه. شكلها حجيم. اشتري بس انتي وهي تفرج. تعالي اقعدي هنا. انزلي اقعدي. ليه هنقعد هنا ليه؟ يا اختي انتي مالك عامله كده ليه؟ قلبك رهيف كده ليه؟ وانا خطفاكي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الله، وانت شايفاني مطلعه لك حنش من صدري؟ سيجاره يعني هتكون ايه يا اختي؟ بتشربي سجاير؟ يعني احيانا يا اختي بشرب سجاير لما بتعكر. اصل بيني وبينك الواد ابن تغريد ده وترني قوي. انا مش عارفه اعمل كده ليه صحيح؟ والنبي يا اختي ما انا عارفه، بس انا حاسه ان انا غلطانه. قلت له ان انا من 100 عقبه. ليه يعني؟ اصل انت يا اختي مش من هنا. بتوع المناطق الغنية يعني زي المهندسين بيبص علينا احنا الغلابة على اساس ان احنا حرامية مشبوهين، ريحتنا وحشة. ما انت ريحتك حلوة اهو. وبعدين هيقولوا علينا احنا ايه اللي جايين من الارياف بقى. يا لهوي. ايه؟ ايه يا اختي البجاحة دي؟ بقولك يا ودي كابور. هو يعني ايه كابور؟ كابور؟ كابور هذه كلمة خطيرة. طب اسرح. خطير كتير. طب اسرح. يا اخويا اقلع البتاع اللي انت لابسته دي. اقرا. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. بيعملوا ده؟ بيعملوا ايه؟ ده اللي بيعملوه الناس يا اختي. انت هبلة ولا ايه؟ قشطة يا ودي كابور. قشطة. ما عندكوش منها في الهند؟ عندنا منها كتير، توها كتير. ما عندكوش منها خالص. خالص ليه؟ خرب يا وسط. صوتي صوتك اتفرجي بس. البت لونة. يا بنت ما تبصيش يا بنت. يا بنت اتفرجي. يا لهوي. يا بنت المزيمة. مالك يا راجل فيصت بسرعة كده ليه؟ أنا تعبان ماما. أنا تعبان. أنت إن متعب. إني متعب. تعالى هنا. رايح فين؟ إيه ماما إيه؟ أنا لازم أنام. انا تعبان ماما تعبان. انت خلص شغل مطبخ وبعدين روح نام. لا
انت خش نام وبعد ما اصحى ابقى خش خلص شغل مطبخ وانا امشي. تمام ماما، اللي تشوفه اللي تشوفه ماما. باي باي ماما. باي باي يا خابور. باي باي يا ماما. رجاله ايه دي يا اختي؟ ها طلعت ايه؟ ايه القرف ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طلعوا لي منين دول؟ يا بنت انت هتفوقيني كده على الصبح، انت ايه حكايتك؟ ما تلمي نفسك يا ولية. ولية؟ حط يا بنت لسانك جوه خشمك. واحط ليه يا اختي؟ هو انا دلوقتي اللي كنت بتدلع في المطبخ؟ يا بنت بقول لك حط لسانك جوه خشمك بدل وعزة وجلال الله، ما اكون جايباكي من شعرك اللي انت فرحانه بيه ده. خلاص يا وزة يلا والنبي. الله اسكتي يا بنت انت. ما تتلمي يا ولية، معفنة ده انت ريحتك فاحت. انا اللي معفنة؟ لمي نفسك يا بنت بدل ما اجيبك من شعرك. بقولك يا بنت انت وقعت حرامية ولا ايه؟ يلا يا لهوي يا لهوي. حرامية ايه يا اختي؟ ما تشوفي نفسك يا اختي وانت واقفة مع الخرنجة في المطبخ. لا بقى، ده انت زودتيها قوي. ده انا هزودها واعمل لك فضيحة دلوقتي، واللي ما يشتري يتفرج. طب وريني يا اختي اللي ما يشتري يتفرج ده هيبقى شكله ايه؟ خلاص يا وزة مش عايزين فضايح والنبي. لا يا اختي انا اللي عايزة فضايح، وهعمل لك فضيحة في العمارة كلها، وهخلي كل السكان تعرف اصلك وفاصلك. يا اجرة يا بندرة. انا اجرة يا بندرة يا شمال يا غلط، انا هوريك. انا بقى هوريك الغلط وطرطشت الزلطة وهي. يا ولدي يا لهوي. ايه ده؟ بس ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه يا توحه من دول؟ انا عارفه شكلهم اتنين سايع وحراميه سارحين في العماره. برضه هتقول حراميه؟ يا بنت يا اجره تلمي. لمي نفسك يا بنت. بس يعني ما ردتش عليا يا بنت. انتوا مين وايه اللي موافقوا هنا؟ وانت مين يا اخويا؟ وانت مالك؟ الحارس بتاعها ان شاء الله. حتى الراجل الكبير مش محترماه. اسكت انت بس يا توحه لو سمحتي. الله يسامحك يا بنتي، يعني ما ردتوش عليا. انتوا مين وايه اللي موافقوا هنا؟ ولا حاجه يا اخويا، كنا بنعمل شغل عند الست تغريد في الشقه فوق، واحنا نازلين شفنا اللونه واقفه في المطبخ. لا ما شفناش حاجه، احنا كنا قاعدين فرمت الزباله علينا فتعاركوا بس. طيب حقكم عليا انا، اكيد توحه ما كانتش تقصد، صح يا توحه؟ صح يا راجل يا طيب. يلا بقى. طب صلوا على النبي كده بقى واهدم. عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. كمان زيدوا النبي صلاه. عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. الله 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 يا سلطنة، انت عارف كل الزبائن دي بتيجي عشان تسمعك مش عشان البنات بس، ولا ايه يا موز؟ والله شيء رائع مدام سرور. بيت يا فانيلا هاتي الفاكهة. هاي الفاكهة يا ابلة. حطيها، حطي حتة حشيش يا بنت في البخور كده، خلي الأساتذة يتسهللوا كده. حاضر. حطي يا بنت ما تبقيش بخيلة. اه يا ابلة والله دي ريحتها لوز. قوم شوف الباب يا عجوة. شوف الباب يا فردة. شفته. ماله بقى الباب؟ يا عم قوم افتح الباب، باين على ابو غباء. الله الله، طب بلاش شتيمة بقى قدام الناس، قلنا قبل كده. خلاص قوم افتح الباب يا فردة بيه. ايوه كده يا اخي. الله ينور عليك يا سلطانة، عايزين بقى نسمع الحاجات الحلوة بتاعتك دي كلها. ده طلع ابو الكوامل السمسار.